السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو، هو فيديو قصير، راح أوضح في بعض التغيرات التي حصلت في هذا الكود. طبعا راح نتفق على أمور أنا وياكم لاحقا، يعني بهذا الكود. أول طبعا إذا رحنا على الديزاين، زي ما أنتم ملاحظين حاليا صار الكلر لهذه السايد بار باللون الأحمر، والايكونز الخاصة بالداشبورد والسونجز والنوتيفيكيشنز كلها ظهرت لأني استخدمت الفونت أستم ايكونز. تمام، طبعا انا التغيرات اللي صارت بهذا الكود، هو اذا رحت على الكود فعليا، اذا رحت على الراوتس هنا عند الايكونز، غيرتهم بدل ما يصيروا زي هيك. تمام، بدل ما احط هذولا استخدمت الفاز فور اكزامبل، هاي للداشبورد، هاي للبادج الخاصه بالبروفايل، هاي للسيتنجز، وهون البل الجرس، وهون اليوزرز. يعني هذول الايكونز من الايكونز الموجودات بالنسبة لهذا الفونت اسم ايكونز. تمام، طبعا بعد ما عملت هاي العملية رحت على السايد بار، اوكي رحت على السايد بار، رحت عملت هنا راوتنج زي ما انتم ليت منيو ايتم، او عفوا فور لوب، وزي ما انتم ملاحظين عملت داتا بايندينج مع في عندنا الكلاس الاي الخاص، يعني زي الكلاس تساوي منيو ايتم دوت ايكون، بالتالي الايكونز فعليا انعرضت واحدة تلو الاخرى. والشيء احس انه غيرنا اللون، لا اللون هذا كيف يتغير؟ رحنا على الادمن هنا لاي اوت كومبوننت، زي ما انتم السايد بار الداتا كلر، هذا الداتا كلر خاص بالساس، لانه الساس لها فاريبلز اللي متعلم ساس، فهذا الفاريبل اسمه ريد. تمام، فالريد يعني خصائصه انه بيعطي اللون احمر، فبالتالي هنا اللون اصبح احمر لهذه الداشبورد، او عفوا السايد بار، بالتالي كان الشكل مقبول نوعا ما. طبعا هاي الامور اللي هي بالانفورميشن والفريكوينتلي اسك كويستشنز واللوج ان ما راح تنعرض الا اذا كان اليوزر عامل، ما كانش عامل لوج ان. تمام، فيعني احنا اذا كان اليوزر يعني كان لوج ان وكل شيء تمام، فراح اعرض له انا من الداشبورد عند الميوزيشنز. تمام، هذا هو اللوجيك لازم اتبعه انا. والموضوع الاخر والمهم جدا، انه فيش داعي عندكم مثلا اني اكتب لكم كودات داخل الديسكربشن لكل فيديوهات. تمام، لاني انا بعمل بوش للكود، يعني ابديت له كل اربع فيديوهات تقريبا، واذا بدكم يعني تنقلوا الكود الموجود داخل هذا الكود اللي انا عملته هنا، بامكانكم تروحوا على السورس كود. تمام، هنا راح تلاحظوا انه عند هون الكود في شيء يسمى الكوميتس. تمام، اللي هي التعديلات اللي صارت على الكود. انا عملت تو كوميتس، يعني تو تشينجز. اول تشينج طبعا اذا انتم ملاحظين هذا التشينج تقريبا قبل 17 ساعة، التشينج الأخير، والتشينج الأول قبل 18 ساعة. طبعا التشينج الأخير عملت فيه عدة تعديلات، والتشينج هذا اللي صار فيه تعديلات على الكلر وما إلى ذلك. تمام، راح يعني أعمل له ثيرد أبديت. تمام، يعني هذا ثيرد أبديت، فيرست أبديت، راح أعمل تغييرات مثلا 4 أبديت 5 أبديت. فبتفتحوا مثلا على سبيل المثال هذا أنذر أبديت، راح يحولكم على الكود نفسه أنذر أبديت، بالتالي زي ما انتم ملاحظين التشينجز اللي صارت. تمام، فهون التشينجز اللي صارت بالنسبه للكود، يعني ما يعني اي تعديلات فعليا صارت على الكود انتم غيروها. تمام، ما في يعني تغيير معين، بس عموما 7 تشينجز. شو اللي صارت التشينجز اللي صارت على هذا الكود؟ زي فور اكزامبل ممكن بحكي لي انه 7 تشينجز صارت على الملفات التاليه، فانا بغير المحتوى اللي داخلها. تمام، وغير عن هذا الموضوع طبعا، لما انا اجي اعمل كوميت المره الثالثه على سبيل المثال، تفتح ملف اللي صار عليه تشينجز، وبالتالي انتم راح تشوفوا كيف التعديلات اللي صارت. فانا راح حاليا راح اعمل ابديت لهذا الكود الموجود حاليا، وارفع لكم اياه على جيت هاب نفسه على هذا الكود، واي ميسنج للفايلز او ما الى ذلك انتم اعملوا له ابديت حسب الموجود يعني. تمام، وطبعا يعني ما في داعي من الخوف انه شو انا كنت كاتب كود، لانه كلياته موجود داخل جيت هاب ريبوزيتوري، بالتالي ما في داعي انه مثلا واحد يكون مش عارف شو بده يكتب او ما الى ذلك، لانه الكود كله موجود داخل هاي الملفات، وبالتالي فيش داعي انه الواحد مثلا مش عارف شو هو الكود الموجود. تمام، فبتمنى انه نتفق على هاي الجزئيه، لانه لاحقا راح يكبر الكود وراح تكبر التفاصيل، بالتالي انه الواحد مجبر انه دائما يكون سينكرونايز، يكون مثلا متزامن مع التغيرات اللي بتصير داخل الكود اللي احنا بنبني فيه. تمام، هذا كان بس مجرد بريكنج تشينجز، يعني بسيطة على الكود، بس بسيطة جدا بحيث انه على الاقل نظهر الايكونز. بالفيديو القادم ان شاء الله، قبل ما نبدا ببناء الاوث وما الى ذلك، وانه تجهيز بيانات اليوزر وما والكونكشن مع الاي بي اي، الاشي اللي ممكن نعمله حاليا انه نجهز المودلز، نجهز السيرفيسز، نجهز عدة امور، لانه ونجهز اليو ار الز الخاصة باليوزر. تمام، لانه بعد هاي طبعا الجزئيه خلص انا بكون جاهز اني ابني معظم الايتيمز اللي داخل هذا النظام.
إن شاء الله بالفيديو القادم راح نوضح كيفية هذه التفاصيل، وراح نوضح طريقة الإمبليمنتيشن الخاص فيها. يعطيكم العافية وإن شاء الله راح نشوفكم بالفيديو القادم.